أولاً إحنا لازم نبدأ الأول بحاجة مهمة حضرتنا النهاردة، هي حاجة مش كويسة، إن الشعبية جابت الحوار ده، الأخونا الكبير بتاعنا الحاج سيد أمين بوفاة زوجته صباح اليوم، هو كان موجود معانا النهاردة، لكن اللي حصل يعني حاجة مهمة جداً. ريتنا ربنا سبحانه وتعالى ان يعني يكون صبر وجوال ويرحمها ويتطلع على